مسا مسا على كل عشاء دحيح الأفلام. بيبدأ الفيلم مع الست كاتي الغلبانة اللي تعبت بسبب ابنها ريكي، وبتندم على اليوم اللي ولدته فيه، وبتكون عايزة تعرضه للبيع أو حد يتبناه منها ويربيه. كاتي كان عندها طفلين، ريكي وليزا. ليزا بنت عاقلة وطيبة وما بتحبها، وريكي مطلع عين أم وأخته مش رحمهم ولا ليل ولا نهار، وكل ده بسبب إنه بيطير. أيوة عزيزي المشاهد، زي ما سمعت ريكي بيطير. تخيل معايا تخلف عيل وتكتشف في الآخر إنه بيطير وعنده جناحات زي العصافير بالظبط. وبعد ما كان اقصى طموح لحد بيخلف ان ابنه ما يطلعش شقي ويكون هادي شويه، لكن كاتي هنا بتتمنى ان ابنها يفضل على الارض وما يتبعش في السماء كل شويه. كاتي عايشه في باريس وشغاله في مصنع ويطلع عين اللي خلفوها، وبتروح ريكي لموظف الخدمات الاجتماعيه وبتكون عايزه تسيب ابنها، والموظف بيحذرها ان التخلي عن ابنها عمل اجرامي ومش هتعرف تسترده تاني. ولكن ريكي بيكون ده قرارها النهائي علشان تعبت وزهقت من الواد ريكي، ولكن الموظف بيرد عليها يجيب لها مربيه علشان تهتم بريكي وبنتها ليزا، وانه هيرفع قضيه على جوزها اللي سابها لوحدها مع عيالها تربيهم وهي مش حالتها حاجه. وبعدين بنرجع شويه علشان نشوف ريكي اتولد ازاي. وقتها بتصحى ليزا وبتفتح الستاير علشان الهواء والشمس يدخلوا البيت، وبتروح تصحي امها. وبعدين امها بتصحى وبتعمل ليزا اكل ليها ولامها وبيفطروا مع بعض. وبعدين كاتي بتاخد ليزا وبتوصلها للمدرسه بالموتوسيكل بتاعهم، وبتعرفها انها بعد شغلها تيجي تاخدها بنفسها. وفي شغل كاتي بيجي وقت الاستراحه، وكاتي وقتها بتتعرف على واحد اسمه باكو، وبيدوا لبعض سجاير وبيقعدوا يتعرفوا على بعض. وقتها بتعرف كاتي منه انه لسه متعين في شغل جديد وبيعجب البنت كاتي. بعد كده بيعدي الوقت ما بينهم هما الاثنين، وبيخرجوا مع بعض ويقعدوا طول الشغل مع بعض، وعلشان كده ده بيأثر على شغلها، والمدير دايما كان بيزعق ويتخانق معاها علشان شايفها مقضي ومش بتهتم في شغلها. وبعد كده كاتي بتفتكر بنتها اللي وعدتها انها ترجع لها بسرعه، وبنتها بتكون مستنياها في الصراحه على الطريق قدام المدرسه، وبتروح لها كاتي وبتاخدها. وبنتها بتلومها انها اتاخرت عليها، ولكن ما بتبرر ليها انها كانت بتتشقط. وبعدها بتاخدها امها وبيرجعوا البيت مع بعض. وتاني يوم باكو بيقابل كاتي وبيعرض عليها يخرجوا في موعد غرامي مع بعض. وكاتي علشان وحدانيه والاكتئاب ماليها بتوافق على امها علشان عندها نقص عاطفي، وبتخرج معاها كاتي بعد الشغل. وده بيخلي ليزا متضايقه جدا وزعلانه من امها، لانها كانت متفقه معاها بعد شغلها ترجع البيت تلعب معاها، واليوم ده ما بيتكررش بينهم كتير، وبتفضل ليزا في البيت لوحدها. وبعدين بتروح كاتي لباكو وبيتكلموا مع بعض، وباكو بيسالها عن ابو ليزا، وهنا كاتي قالت له انا وهو سايبين بعض وهو عايش في مدينه تانيه، وغدر بيا وبعدني وسابني مع البت اللي حلتي لوحدنا. وبعدها باكو قال لها انا كمان كنت متجوز عايش في اسبانيا مع مراتي، ولكن سبتها لما عرفت انها بتخني بعد ما انا خنتها وهي حبت ترد ليا الموقف، وسبنا بعض من وقتها ورجعت السنجل بائس تاني زيك. وبعدين بيخلصوا اكل، وكاتي بتاخد باكو معاها بيتها يبات معاها الليله دي، وما عملتش اي اهتمام لمشاعر بنتها ولا كان عندها دم، وكل اللي كانت شايفاه نفسها وبس. وفضلت ليزا طول الليل في سريرها زعلانه ومتضايقه من التصرفات اللي بتعملها امها، ولا كانها لسه بنت في الثانويه بتجيب شباب البيت. وبتصحى ليزا وبتلاقي امها بعتها وقاعده بتفطر مع باكو، وما صحتش بنتها ليزا وغنسيتها، وده خلى ليزا متضايقه جدا ورجعت اوضتها وما اهتمتش بامها، وهي بتعرفها على باكو وعشيقها الجديد. وبعد كده كاتي بتسجل بنتها من ضمن الطلاب اللي ليهم اشتراك في باص المدرسه علشان يوصلها وهي رايحه وجايه، علشان امها تفضل الخروج مع حبيبها الجديد باكو، وده كان مخلي البنت ليزا مش طايقه امها ولا عاشقها باكو. وبتفضل كاتي رايحه وجايه الشغل مع حبيبها باكو، وبقت مهملة في حق بنتها وبتشوفها صدفة في البيت، وبعد ما كانت كل حياتها بقت ولا حاجة في حياتها. بعد كده بيعيش باكو مع كاتي وليزا في بيتهم، وبيحاول باكو كتير يتقرب من ليزا يمكن تحبه، ولكن ما كانش فيه فايدة، وليزا كانت رافضة وجوده بشكل تام. ولكن بتحصل المفاجأة هنا لما كاتي بتحمل من باكو بعد سنة شقط في البيت. وباكو في يوم لما كان في الشغل بيجيله تليفون من المستشفى ان مراته خلاص بتولد، وهنا بيسيب شغله وكل اللي في ايده بيروح المستشفى علشان يكون جنب مراته كاتي. وبعد كده بيقعد باكو في المستشفى مع ليزا يختاروا اسم الواد بعد ما مراته خلفت، وبيتفقوا على اسم ريكي، وبيعيش ريكي مع ليزا في الاوضه بتاعتها، وده بيكون مضايق ليزا جدا لان باكو قلب الاوضه بتاعتها وغير شكلها علشان تناسب الطفل الجديد ريكي. بعدين ليزا بتحس انها لوحدها في البيت، لان ما بيكون كل اهتمامها ابنها ريكي وجوزها باكو بس، وبتكون مش شايفه خالص بنتها ليزا. وبتحاول كاتي تخلي بنتها تقرب من باكو، ولكن ليزا بتكون رافضه
وبتدهي ليزا اكتر لما ما بتحاول معاه انها تنادي على باكو باسم بابا، وده بيواجه رفض كبير من ليزا، وعلشان ماما تعملش معاه مشاكل اكتر من كده بتسيبها براحتها. وبعد كده بيعاني باكو من قلة اهتمام كاتي، لانها بتكون معظم الوقت مهتمية بابنها ريكي ومش شايفة ولا حاسة بباكو، وده بيأثر عليه بالسلب لانه شايف نفسه ما عندوش دم وكل اللي يهمه نفسه بس. وفي يوم من الايام المدرسية بتاعت ليزا بتشوف باكو واقف بيتكلم مع واحدة في الطريق، وهنا ليزا ما بتفتنش على باكو وبتحفظ السر لنفسها خاين باكو ده من يوم. وفي اليوم ده باكو بيتأخر في رجول البيت وبتضايق كاتي من تأخير باكو وبتكون قاعدة قلقانة، ولما بيرجع بتسأله كنت فين يا اسطى، وهو بيقول لها لا كنت مع صحابي سهران معاهم شوية. وقتها كاتي بتحس ان جوزها متغير معاها ومش بيهتم بيها زي ما تكون حاسة انه بيخونها، ولكن بيقدر يضحك على باكو بكلمتين قبل ما يناموا وبيصالحها. وبتنسى كاتي كل حاجة زي الهبلة، وما بيوعدوا بعض ان عمرهم ما هيسيبوا بعض ابدا. وتاني يوم بتروح كاتي الشغل وبيقعد جوزها الموكوس في البيت يشرب بيرة وسايب مراته بتصرف على البيت، وهو بيفضل طول اليوم يشرب بيرة ويسكر على اساس انه قاعد من الشغل علشان يهتم بالواد ريكي ابنهم. وفي يوم بترجع كاتي من شغلها وبتكتشف ان ابنها ريكي في جزء من ظهره قارم ولونه احمر، وبتبدا تقلق كاتي على ابنها لا يكون ده حاجه مضره، ولكن باكو بيكون سلبي وبيفهمها انه حاجه عاديه ما تستاهلش كل القلق ده. ولكن بتعدي الايام والورم اللي في ظهر ريكي بيكبر يوم عن التاني، وما بيعرفش ينام بسببه ودايما بيعيط في سريره طول الليل وهو نايم. ولكن هنا كمان بيزيد قلق كاتي لدرجه انها بتحس انها جوزها باكو بيعمل حاجه للواد وهي مش هنا، وبتروح تتكلم كاتي مع باكو وبتساله هو انت بتضرب الواد ريكي وانا مش موجوده في البيت ولا ايه، وبيتضايق منها ريكي وبيكون مش فاهم اي حاجه بتحصل، وبيصمم انه ملوش علاقه باللي بيحصل ولا يفهم اي حاجه. وقتها بيقرر باكو يسيب كاتي بسبب عدم اهتمامها بيه، زي ما يكون كان بيتلكك على اي حاجه علشان يسيب كاتي وينفصل عنها. وهنا ليزا اللي بتكون فرحانه جدا والفرحه مش سايعاها من اللي بيحصل بعد ما خلصت من باكو. وبعد كده بتروح ليزا لامها وهي قاعده بالليل بتعيط ومكتئبه علشان تواسيها وتحاول تهديها وتقول لها راح كلب بكره يجي مكانه اسد، كده كده انت مهزقه وبتتجوزي كتير. وبتحضنها كاتي وبيناموا مع بعض، وبترجع كاتي تهتم ببنتها من تاني. بعد كده بتعدي الايام وكاتي بتروح الشغل وما بيكونش فيه حد يهتم بريكي في البيت، وهنا ليزا بتتولى مسؤوليه الاهتمام بالطفل وبتعتني بيه هي وامها في الشغل. وفي يوم بترجع امها من الشغل وبتروح لسرير ريكي علشان تطمن عليه، ولكن مش بتلاقيه وبتشوف مكانه على السرير بقع دم كبيره قوي، وبتقلق كاتي وليزا وبيبداوا يدوروا على الطفل في كل حته. وبعدها بيكتشفوا ان الواد ريكي موجود على الدولاب اللي موجود في الاوضه، وبيكونوا مستغربين ازاي هو طلع فوق هناك على الدولاب. وبعدين بتحاول كاتي وليزا ينزلوا الواد من على الدولاب، ولكنه بيقع يتقلب على وشه. وفي الوقت ده بتترعب كاتي وليزا لما بيشوفوا في جناحين طالعين من جسم الواد ريكي، وبيكونوا مستغربين ازاي طفل عنده جناحات، وبسبب الجناحين دول مش بيحصل له حاجه لما بيقع ولا حتى بيتعور. وبعدها امه كاتي وليزا اخته مش بيكونوا فاهمين ازاي الواد ريكي عنده جناحات وازاي بيطير، وبعدها بياخدوه في البانيو بيحموه مع بعض علشان ينفضوا مكان ظهره من اثار الدم الموجوده فيه. بعدين امه كاتي بتبدا تحط ملايه على السرير بتاعه وبتربطها كويس علشان الواد ما يطيرش ويقع من فوق السرير او يخرج بره البيت من الشباك ويعمل لهم مشكله. وكمان كاتي بتحذر بنتها ليزا انها ما تعرفش اي حد في المدرسه عن الواد ريكي ابنهم علشان الناس ما تعرفش قصته، وده ممكن يزيد لما يتشهر بين الناس بالشكل الملفت ده. وكل يوم كانت كاتي بتمسك التليفون علشان تتصل بباكو وتعرفوا اللي حصل ليهم، لكن كرامتها كانت بتوقفها وبتمنعها من انها تتصل على جوزها وتقل من نفسها. ومن ساعه ما خرجت الجناحات للواد ريكي وهو بقى ينام وهو مرتاح من غير ما يعيط او يتعب او حتى ينزف دم زي الاول، الموضوع كان زي ما يكون في طفل بيسنن. ويوم ورا التاني بتكبر جناحات الطفل ريكي لحد ما بقت كبيره قوي وظاهره لاي حد. وهنا امه بتقطع كل لبسه من ناحيه ظهره عند الجناحات علشان الجناحات تتحرك بسهوله من غير ما تتعب الواد ريكي. ومع الوقت كمان الجناحات بتبدا تظهر ليها ريش وبقت كبيره قوي زي ما تكون جناحات الصقر العملاق. وفي يوم من الايام باكو بيشوف البنت ليزا عند مدرستها وبيسالها عن نفسها وعن امها وابنهم الواد ريكي، وبعدها بيطلب منهم باكو انه يوصلها للبيت، ولكن ليزا بترفض وبتروح تركب اتوبيس المدرسه بتاعها وبتسيب باكو واقف مكانه قدام المدرسه. وبعدها كده كاتي بتجيب لابنها ريكي خزه وواقي لاطرافه علشان يتحرك ويطير براحته من غير ما تخبط راسه في السقف او اطرافه تتاثر او يتعور لو وقع. وبعدين ليزا بتقول لامها انها شافت باكو عند المدرسه وكان بيسال عنها وعن ريكي، ولكن كاتي امها قالت لها ما بقاش فارق معايا
باكو ولا غيره. مادام الواد ريكي بينام من غيره وجع او الم ومبسوط، انا ما بقتش عايزه حاجه تانية. بعد كده بتدخل كاتي مسابقه وبتكسبها وبتكسب فلوس كتيره، والفلوس دي كلها ساعدتها انها تحسن من ظروفهم ومستواهم. وبعد ما خدوا الفلوس راحت تشبرق نفسها وراحت المول مع عيالها ليزا وريكي. وفي المول كاتي وليزا كانوا بيشتروا لعب، وهنا الواد ريكي بيستغل الفرصه وبيقلع الجاكيت وبيطير في المول. وبتطلع كاتي وبنتها ليزا وراها علشان يلحقوه وينزلوه قبل ما يعمل حاجه في نفسه. وبعد كده الناس كلها بتشوفه بيكونوا مستغربين ان في طفل بيطير وعنده جناحات، والامن بيعرف وبيجي وبيقفلوا كل مداخل ومخارج المول علشان ينزلوا الواد ريكي، وبيجيبوا سلالم وبيطلعوا عليها علشان يمسكوه. وبعد كده كاتي بتقول لهم يمكن لو طفيتوا النور ينزل، وفعلا الامن بيقفل كل النور اللي في المول. وهنا بينزل الواد ريكي والامن بيتمكن من انه يمسكه ويسلموه لامه. وبعدها بتضطر كاتي تروح للمستشفى مع ريكي علشان الدكاتره يفحصوه. وقتها كبير الدكاتره بيقول لها انت سيبي الواد معانا علشان نعمل عليه اختبارات، وعلشان نقدر نخلي جناحاته تكبر بسرعه لانه عايز مكان واسع يعيش فيه. ولكن وقتها كاتي بترفض وبتاخد الواد وبتمشي بيه بسرعه. وقت ما كانت بتهرب بالواد من المستشفى بيجي عدد كبير من الصحافه علشان يصوروا الواد ريكي، ولكنها بتركب تاكسي بسرعه وبتهرب بالواد ريكي وبنتها ليزا. والموضوع مش بيخلص هنا، لان الصحافه بقت قاعده ليل نهار قدام بيت كاتي علشان تصور الواد، والاعلام كله نقل موضوع الواد وبقوا يتكلموا عليه في كل حته في العالم وانتشر بين الناس كلها. وبعد كده في يوم بيجي باكو للبيت وبيقابل كاتي وبيعتذر ليها، وكاتي بتسامحه وبترجع له من تاني. وهنا بتتضايق ليزا ان امها هتتشغل تاني بباكو وتنساها. وبتدخل البنت ليزا تقعد في الاوضه مع اخوها ريكي اللي كان بيطير وهي زعلانه. وبره كان باكو قاعد مع كاتي وبيعرفها ان طول الفتره اللي فاتت كان شغال في مطعم في باريس، وحالته بقت صعبه قوي وندم عليها وجاي عايزها. وبعدين كاتي بتاخده لابنه في الاوضه علشان يشوفه، ولكن ريكي بيكون خايف من ابوه علشان اول مره يشوفه، وبيطير في السقف وهو بيعيط ومش عايز ينزل. ولكن امه بتهديه وتتمكن من انها تمسكه وتنزله تاني على خير. وهنا باكو بيقول لها الاوضه مكانها ضيق وهو محتاج مكان اكبر، وانا شايف نعزل من المكان ده ونروح نعيش في مكان تاني. ولكن كاتي بتواجه الموضوع برفض كبير وبتعرفه انها هتفضل عايشه في البيت ده ومش هتسيبه. وبعدها بيتصلوا بالدكتور اللي بيجي علشان يعالج روح الواد ريكي لانه عور نفسه في جناحاته لما كان بيطير. وقتها الدكتور بيقول لهم الاوضه خطر على الواد وهو محتاج مكان واسع علشان يطير فيه براحته من غير ما يتعب او يتعور. وبيعرفهم انه ممكن يعمل للواد عمليه ويستأصل جناحاته، وبيفهمهم ان العمليه ما فيهاش خطر على الواد، ولكن هي بس ممكن تعمل له شويه الم هيروحوا مع المسكنات. ولكن كاتي بترفض انها تعمل العمليه، بتقرر تسيب الجناحات للواد زي ما هي. بعدين بالليل ليزا كانت قاعده بتذاكر مع نفسها وبتمسك المقص اللي معاها، وبتقرر تروح تقص جناحات الواد ريكي اخوها. ولكن في الوقت ده بينقذه باكو اللي بيدخل يطمن عليه، وهنا ما بتعرفش تعمل ليزا اي حاجه وبترجع للاوضه بتاعتها تاني تنام وهي بتعيط. بعد كده باكو بيقعد مع كاتي وبيطلب منها انها تخلي الصحافه تعمل لقاء مع ريكي بمقابل مادي علشان يحسنوا من ظروفهم الماديه، وهو بيكون اصلا عايز يشتغل الواد علشان يعمل فلوس كتيره من وراه. وقتها كاتي بترفض وبتقول له انت رجعت لينا علشان تستغل الواد وتاخد من وراه فلوس، وانت ما رجعتش علشاننا احنا. ولكن باكو قال لها انا رجعت علشانكم وعلشان اخلي بالي منكم. ومع اصراره بتوافق كاتي انها تعمل لقاءات صحفيه مع الصحفيين مقابل الفلوس، وبيتكلم الدكتور بتاعهم علشان يعرف الصحفيين انهم هيقابلوا الواد ريكي. وبيجي اليوم اللي هيقابلوا فيه الصحفيين وبينزلوا تحت قدام البيت، والصحافه بتصورهم وبتتكلم معاهم. وقتها بتربط كاتي رجل الواد ريكي بحبل علشان ما يطيرش بعيد وتعرف ترجعه تاني، وبيسيبوا كاتي يطير قدام الصحفيين اللي بيكونوا مبهورين بيه واول مره يشوفوا الطفل بيطير. وفي نفس الوقت كاتي كانت فرحانه لانها اول مره تشوف ابنها بيطير لمسافات كبيره وعاليه، وكل الصحافه كانت بتصوره مبهوره باللي شايفينه. وفجاه كاتي بتسرح مع اللي بيحصل وبتفلت الحبل من ايدها، وبيطير الواد ريكي بعيد قدامهم. وكاتي وجوزها وباكو وكل الناس اللي كانت موجوده بيطلعوا يجروا ورا الواد ريكي بسرعه جدا علشان يقدروا ينزلوه. وقتها الواد ريكي بيطير فوق بحيره وبعدين بيوصل للغابه وكلهم وراه علشان يمسكوه، والشرطه بتيجي والدنيا بتتقلب في المدينه علشان يقدروا يرجعوا الواد ريكي قبل ما يحصل له حاجه. وبعدين الصحافه بتزهق من كتر ما هم مستنيين ريكي يرجع ليهم من تاني، وبتفضل كاتي وباكو وليزا والدكتور عند الغابه مستنيين الواد ريكي يرجع ليهم تاني، والليل بيجي وما بيرجعش. وهنا الدكتور بيقول له ممكن يكون في واحد من الصيادين يصطادوا الواد ريكي، او ممكن يكون غرق في البحيره. وبيفضل باكو يلوم في نفسه انه السبب في اللي حصل بسبب طمعه، وبيكون عارف باكو وقتها ان كاتي مش هتسامحه مهما حصل ومش هتنسى انه السبب في
بضياع ابنها، وبتفضل قاعدة عند البحيرة مستنية ابنها ريكي يرجع ولكن بدون فايدة. وبيعدي يوم ورا التاني وهم مش قادرين يوصلوا لأي خبر عن ريكي أو يعرفوا هو راح فين، وبينشروا صوره في كل مكان علشان يقدروا يعرفوا مكانه أو يلاقوا طرف خيط يوصلهم ليه زي ما يكون أي حد شافه. وبتعدي أسابيع كتيرة وما قدروش يوصلوا لأي خبر عن ريكي، وباكو وليزا بيكونوا تعودوا وبيتعاملوا طبيعي، ولكن كاتي ما كانتش قادرة تنسى اللي حصل وإن ابنها ضاع منها ومش عارفة توصل له تاني. وفي يوم بتروح كاتي عند البحيرة وبتقرر وقتها إنها تنتحر من الاكتئاب اللي هي عايشة فيه، لأنها شايفة نفسها السبب في ضياع ابنها ريكي، وبتنزل المية ورمت نفسها علشان تنتحر. ولكن في الوقت ده بتسمع صوت ابنها ريكي بيطير فوقيها، وبتسمع صوت جناحاته، وبتخرج من المية وهي طايرة من الفرح، وبتلاقي الواد ريكي قدامها على الأرض، وبتفرح جدا كاتي إنها ابنها ريكي بقى يقدر يمشي على رجله وكبر شوية عن آخر مرة سابته وشافته فيها. وبعدين كاتي بتفضل تعتذر لابنها على كل حاجة حصلت، وعن إن الحبل فلت منها وضاع هو ما بين إيديها، وعلى بهدلته طول الفترة اللي فاتت من غيرهم. وهنا بيطير من تاني ريكي وهو فرحان، وبتفهم هنا ريكي إن سعادة وفرحة ابنها ريكي وهو في السماء لأنه مش زي باقي البشر ومختلف عنهم، وبالتالي لازم يعيش حياة مختلفة عن البشر العاديين. بعدين بترجع كاتي لبيتها وبتخرج فكرة الانتحار من دماغها، وبتحضن جوزها باكو وبنتها ليزا، وبتعيش باقي حياتها وهي سعيدة معاهم بعد ما بتكون اطمنت على ابنها ريكي، وعرفت ان فرحته في الجو والطيران بعيد عن أسوة البشر المستغلين. لغاية هنا بيكون فيلمنا خلص، اتمنى يكون عجبكم. ما تبخلش عنها باللايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم على خير.